سبق وذكرنا أن الشريط تاسك بار ينقسم إلى عدة أجزاء، ففي أقصى اليسار من هذا الشريط يظهر المفتاح ستارت، ويستخدم هذا المفتاح لفتح التطبيقات المختلفة والبرامج الملحقة بنظام التشغيل، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر الخاصة بنظام التشغيل. وتلك المساحة الخالية تظهر بها مفاتيح تمثل البرامج والتطبيقات والنوافذ التي نقوم بفتحها، وتختفي هذه المفاتيح بمجرد إغلاق هذه البرامج. وتظهر فائدة هذا الجزء عند فتح أكثر من برنامج، حيث يمكننا التنقل بين هذه البرامج بسهولة. فلفتح أحد الصور الموجودة داخل المجلد My Pictures، نفتح القائمة Start ونختار My Pictures، فيتم فتح المجلد My Pictures، ويظهر بداخله المجلد Sample Pictures، فنقوم بفتح هذا المجلد، وذلك عن طريق الضغط المزدوج بمفتاح الماوس الأيسر على هذا المجلد. فتظهر لنا مجموعة من الصور في الجزء السفلي من هذه النافذة، ولفتح أحد هذه الصور داخل محرر الصور الافتراضي لنظام التشغيل، نقوم بالضغط المزدوج على هذه الصورة، أو نضغط على هذه الصورة بمفتاح الماوس الأيمن ونختار Open من القائمة المختصرة، أو نقوم باختيار الصورة بالضغط عليها بالماوس ثم نضغط على المفتاح Enter من لوحة المفاتيح، فيتم فتح الصورة داخل محرر الصور Microsoft Photo Editor، ويظهر مفتاح خاص بهذا المحرر في الشريط Task Bar. كما نلاحظ وجود مفتاح آخر يحمل اسم المجلد Sample Pictures. ولفتح أحد المستندات الموجودة داخل المجلد My Documents، نفتح القائمة Start ونختار My Documents، فيتم فتح هذا المجلد، ويظهر مفتاح خاص به داخل الشريط Task Bar، فنقوم بفتح الملف الذي نريده بالضغط المزدوج عليه، فيتم فتح المستند داخل محرر الكتابات WordPad، ويظهر مفتاح خاص بهذا البرنامج في الشريط تاسك بار. وإذا أردنا التنقل بين البرامج والنوافذ المفتوحة، نقوم بالضغط على المفتاح الخاص بالبرنامج أو النافذة التي نريد الانتقال إليها من الشريط تاسك بار، فيتم الانتقال إلى النافذة أو البرنامج الذي قمنا باختياره. كما يمكننا التنقل بين البرامج المفتوحة بالضغط على المفاتيح Alt و Tab معا من لوحة المفاتيح، ثم نقوم بترك المفتاح Tab فقط، فتظهر نافذة تظهر بها الرموز الخاصة بالبرامج والنوافذ المفتوحة. وللتنقل بين هذه الرموز نقوم بتكرار الضغط على المفتاح Tab مع استمرار الضغط على المفتاح Alt، فيتم التنقل بين هذه الرموز. كما يظهر اسم النافذة أو البرنامج المختار داخل هذه النافذة في هذا الجزء. وللانتقال إلى النافذة أو البرنامج الذي نريده، نقوم بالانتقال إلى الرمز الخاص بهذا البرنامج أو النافذة، ثم نقوم بترك المفتاح Alt، فيتم فتح النافذة أو البرنامج الذي قمنا باختياره. ولفتح أكثر من مستند في نفس الوقت، نقوم بالانتقال إلى المجلد My Documents بالضغط على المفتاح الخاص به من الشريط Task Bar، ثم نقوم باختيار المستندات التي نريد فتحها، ويمكننا اختيار أكثر من ملف في نفس الوقت بعدة طرق. فلاختيار مجموعة متتالية من الملفات، نقوم باختيار أول ملف من مجموعة الملفات التي نريد اختيارها بالضغط عليه بمفتاح الماوس الأيسر، ثم نقوم بالضغط على مفتاح Shift مع الضغط بالماوس على آخر ملف في هذه المجموعة، فيتم اختيار مجموعة الملفات كما نرى. ولاختيار مجموعة ملفات متفرقة، نقوم باختيار الملف الأول، ثم نقوم بالضغط على المفتاح Control أثناء الضغط على الملف التالي الذي نريد اختياره، ونقوم بتكرار هذه العملية مع جميع الملفات التي نريد اختيارها. كما يمكننا اختيار مجموعة من الملفات عن طريق فتح نافذة اختيار حول هذه الملفات، وذلك عن طريق الضغط مع السحب بالماوس حول هذه الملفات، فنقوم باختيار مجموعة الملفات التي نريد فتحها، ثم نضغط على المفتاح Enter من لوحة المفاتيح، فيتم فتح المستندات التي قمنا باختيارها. وبالنظر إلى الشريط Task Bar نلاحظ ظهور الرقم 6 بالمفتاح WordPad، وهذا يدل على أن هذا المفتاح يحتوي على 6 ملفات وليس ملف واحد، حيث أنه عند فتح العديد من النوافذ والبرامج داخل النظام، فإن نظام التشغيل يقوم بتجميع النوافذ والتطبيقات والبرامج المتشابهة داخل مجموعات Groups، وذلك لكي يتم توفير المساحة داخل الشريط Task Bar. وبالضغط على هذا المفتاح يتم فتح قائمة تحتوي على أسماء الملفات المفتوحة
داخل محرر الكتابات وورد باد، وإذا أردنا الانتقال إلى أي ملف من هذه الملفات نضغط على اسم الملف الذي نريده فيظهر في المقدمة كما نرى، وبالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على هذا المفتاح تظهر قائمة بها بعض الأوامر المتعلقة بترتيب النوافذ الخاصة بهذه المجموعة، وسوف نتعرف على هذه الأوامر بالتفصيل في الأجزاء القادمة. ويمكن جعل نظام التشغيل لا يقوم بتجميع البرامج والنوافذ المتشابهة داخل مجموعات، وذلك بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن في أي مكان خالي بالشريط تاسك بار، ثم نختار Properties. سيتم فتح المربع الحواري تاسك بار أند ستارت منيو Properties، فنقوم بإلغاء الاختيار Group Similar Task Bar Buttons ثم نضغط OK. فنلاحظ أنه قد تم تفريق المجموعة إلى مفاتيح منفصلة مع تصغير أبعاد المفاتيح داخل الشريط تاسك بار لكي تظهر جميع المفاتيح الخاصة بالنوافذ المفتوحة. ولتجميع النوافذ المتشابهة مرة أخرى نشغل الاختيار Group Similar Task Bar Buttons، ويمكننا إغلاق جميع النوافذ الخاصة بالمجموعة مرة واحدة بالضغط بالمفتاح الأيمن للماوس على مفتاح المجموعة، ثم نختار Close Group من القائمة المختصرة، فيتم إغلاق مجموعة النوافذ بالكامل كما نرى.